يا هلا ومرحبا فيكم متابعينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البحري الجديد وحلته الأجدد طلعت بحر هذا دولني كفو 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 عاشبوا علي. أنا جايب خيطي بس للأسف ما استعملناه لأن طريقة غير يعني مو متعرفين فيها هني بأمريكا. في البرنامج راح تعرفون اكثر واكثر، لكن قبل لا نبلش بعطيكم نبذه عن هالبرنامج. هذا عندنا طلعه غريبه جيتر هانتر، صيد التماسيح اللي موجوده في المناطق بفلوريدا. ومن ضمن فقراتنا في طلعه بحر راح تشوفون بورصه السمك. شنو فيها بورصه السمك؟ ولا تنسون طبخاتنا البحريه بايادي كويتيه. جايبه شعوم وراح اتبله. شوفوا شوفوا السمك شلون ناشف ما في نقطه ماي. من نفس المكان هذا بالكويت وبرا الكويت راح تكون بدايه طلعاتنا للبحر. وعدين السلام عليكم وحياكم الله في برنامج طلعت بحر من عيون الثنتين. أحلى الوصفات راح أسويها حق طلعت البحر، أكلات بحرية جميلة جدا نسويها كلها بجدر واحد، وإحنا في البحر نصيد السمكة نتبلها ونكبسها كلها بجدر واحد. راح نشوف شو نسوي. أول شيء نسخن زيت شوية أو بزيادة بزيادة شوية، ليش؟ حق قلية، نسويها حق قلية. نتبل السمكه. شنو نتبل السمكه؟ طبعا الاعداد المسبق وايد مهم، نجمع كل اغراضنا نحطهم بحاويات بلاستيك او بكياس، نلفهم في الثلج، نحطهم في اللينا ناخذهم معانا وقت نصيد سمكتنا، نضبط شغلنا على الراحه. شنو راح احط؟ راح احط شويه بهار، هذه هني شويه بهار سمك، شويه كركم، شويه ملح، أو نحط هنا شوية ملح كذي، شوية ملح، شوية فلفل أسود، شوية ليمون، نخلطهم هذه التتبيلة. السمكة ماء البحر عندنا وخير خير من الله. نحط شوية هني عليهم تتبيلة، تبلها عدل، غسلناها بماء البحر، بعد انضف من ماء البحر ما في عقبها. بنفس الجدر شغلنا كله راح يكون بجدر واحد، تاخذ تتبيله شويه بس وعقب ننزلهم هنا. هذا ما نحتاجه، كل المونه اللي موجوده راح تنزل في الجدر، ونفس الجدر اللي راح اسوي فيه الحمسه وراح اسوي فيه المرق. نشوف مكوناتنا شنو اللي عندنا. عندنا شبنت، كزبره، عندنا طماط، ثوم على عداله، فلفل، كميه بصل، ثلاث روس تقريبا بصل، عندنا زنجبيل، عندنا ثوم كله مهروس،
والبهارات اللي موجودة معاهم معجون شوية وشوية سمنة تعطيك طعم وخنانة رهيبة جدا وايد حلوة هني. بس عشان ما نقدر نحركها الحين نحرك الاسمكة لما هي بنفسها تفتش، إذا فتشت معناتها أن استوت، لا تلصق معاكم وكون على زيت حار، وما حطينا زيت وايد كلش، نفس الزيت هذا اللي راح أطبخ فيه أنا. إذا حبينا نحط عليها شوية سمنة نكه فيها ممكن هم نحط شوية سمنة، بس ما نحط سمنة وايد في القلي، ممكن نطلع معانا طعم مو مستساغ. شوف الحين هذه ماسكة، ليش ماسكة؟ معناتها أن للحين ما سويت بالشكل الصحيح، وهذا حتى للمسك اليلد ما عندك مشكلة، لأن هذا راح يكون كله مجبوس بجدر واحد. شو يسمونه؟ يسمونه بحاري، بحاري. شوف الحين هذه فاتشة، بس عشان ها صار عشان الطاولة مايلة لصقت هذه، ما يخالف، أمور طيبة، الأمور طيبة. قلية بسيطة تقريبا راح تاخذ معانا بحدود أقل من دقيقتين، بس قلية كذي نرفعها، وبعدين مرة ثانية راح نخلط الحمسة اللي احنا نبيها، اللي هي قلنا عنها بصل وطماط ومعجون، ونسوي له شوية حمسة. بهالطريقة حتى الزفرة تطلع، هي أساسا السمكة اللي صارت تفرش وتو صايدينها ما فيها زفرة، احنا نبي الزفرة هذه اللي صارت مثلجة تعطيك طعم كلش كلش مو حلو مو مستساغ. سمكة هذه خفيفة الأمور طيبة، تشويحة بسيطة وعقب نشيلها. لو هوسنا عليها شوية تنوكل كاملة كذي، فالأمور طيبة. الحين أبدأ أحط البصل، نحرك على نفس بنفس الدهن، تذبيلة بسيطة. وفي البحر يكون احنا كل اغراضنا اساسا جايبينهم معانا وحاطينهم في الايس بوكس عشان نقدر نشتغل بالشكل الصحيح. الحين شنو نقدر نحط؟ نحط الحين راح احط المعجون. ابي المعجون اطلع طعم المعجون او المواد الحافظة اللي في المعجون. لازم نحمسه شوية، ياخذ له حمسة بسيطة، بعدين انزل في الثوم والزنجبيل. هذا زنجبيل، الزنجبيل قبل الثوم، بعدين الثوم. تقريبا بحدود قفشتين في قفشتين احلى شيء. هالاجواء هاليومين جو حلو، وهذه الطبخه احنا كنا نسويها قبل في اللنج، لما نطلع حداق نسويها في اللنج، فالامور طيبه. عندي لوميتين صحاري، شويه فلفل علوب، هذا فلفل علوب على عدالهم، وعندي راس ثوم هم تاخذ نفس الحمسه. حمسة بسيطة جدا، بعدين شو نسوي؟ ننزل في الطماط. عندي تقريبا بحدود 3 طماطات، هذه المقادير اللي انا حطيتها تستوعب معاكم حتى حق كيلوين، كيلوين سمك مقطع. انا اللي عندي الحين تقريبا بحدود كيلو او 800 جرام، ماكو مشكلة، انا اقدر احطهم حتى حق كيلوين. شوية بهار يتسبك معاهم، اللي هو بهار سمك، بهار مخلوط، شوية كركم راح يعطيني لون إضافي، شوية فلفل حار، هذا اختياري، فلفل حار اختياري. عندي ماي عشان أعمل أمرق، ننزل في الماي، على قد مقدار العيش، مقدار العيش مقابل كل كوب عيش ياخذ كوبين ماء. نخليه يتسبك على الراحة ونرجع لكم. تسبكت المرقة الحين، مضرب هواء، تو رايح الرطوبة،
انزل شويه شبنت شويه كزبره ارجع في السمك. يا سلام والله تشمون الريحه عندي هني شيء خيال مو طبيعي مو طبيعي. عقب العيش مغسول ومنقع واحطه باكياس كذي وفي الايس بوكس او شو اسمه تقريبا راح نحط بحدود شيلتين. شيلتنا اللي هي قوط الاناناس، شيله قوط الاناناس هذه الشيله الكويتيه اللي هي تقريبا نص كيلو او 400 باوند خفيف كلش. ننهض شويه بس كذي خلي يدش الماي تحت وقياس الماي ما نزيد الماي من اول مره عشان لا نشيل عشان ما نرفع مره ثانيه نرفع الماي. الحين ها بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نبي مهاموش نزيد الماي، النبي يطلع العيش نثري حده حده من ابدع ما يمكن راح يصير والحبه تصير هالطولها. الحين شو نسوي؟ الحين بس نملح، ها بس نملح. الملح شلون؟ مع كل قوطي راح تاخذ معاي قفشه، هذا اللي انا حطيت يديني كذي تقريبا قفشه اللي هي قفشه الوسط. شوف الماي اعدال الماي يا سلام. هذا اعدال الماي. نخليه الحين يطقطق على راحته. قط شويه عليه. شبنت شويه وكزبره شويه. ونرجع لكم. ردينا لكم. تخدر الجدر ولازم هذا الطيب في النهايه نحط شويه دهن عداني. شيف عبد الرزاق السيد مشكورين طلعت بحر. فيكم مشاهدينا متابعينا في طلعة بحر. اليوم متواجدين ان شاء الله في ديوانية الوطي لتغطية حدث مهم جدا وهو انطلاق مسابقة الموروث البحري. من هالمكان هذا راح ناخذكم اول باول خطوة بخطوة ويانا وراح نشوف طريقة هالمسابقة هذه والجوائز، ولكن خلينا نبتدي بالانطلاقة بعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام سيدي حضرة صاحب السمو ومقام سيدي السمو ولي العهد على هذه المكرمة الأميرية السامية والتي جرت على عادة سموهم من كل عام لإحياء هذا التراث وهو تراث الآباء والأجداد، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا
ويديم عليهم الصحة والعافية ويديم على أهل بلدنا الكويت الحبيبة الأمن والأمان إن شاء الله. انطلقنا اليوم أولى فعاليات مسابقات الموروث البحري الخليجي لعام 2019-2020 بمشاركة 130 متسابق. حضروا للمسابقة الفعلي 104، وانطلقت منذ قليل باتجاه ممارسة صيد أو مسابقة صيد الأسماك. طبعاً راح تكون هناك لجنة بانتظار المتسابقين على أن تنتهي هذه المسابقة في تمام الساعة 4 مساءً. طبعاً لجنة دورها راح تقوم بفرز الأوزان لكافة المشاركين في مسابقتنا لهذا اليوم على أن يتم تحديد المراكز العشرة الأولى، ومن يحصل على أعلى وزن يحصل على المركز الأول. إن شاء الله الأجواء كلها جميلة، وقامت اللجنة مشكورة في الاتصال بالأرصاد الجوية للتأكد من أحوال الجو، ولله الحمد مثل ما أنتم شايفين الآن الطقس من أبدع ما يمكن لعمل مسابقة لهذا اليوم. فاتخذت اللجنة قرارها بعمل المسابقة بعد ما تم التأكد من القنوات الرسمية وهي الأرصاد الجوية لهذا اليوم. طبعاً راح تكون هناك جوائز قيمة لهذا العام. في عندنا مسابقة راح تنطلق إن شاء الله في دوانية الفنطاس اللي راح يتم تحديدها لاحقاً، وهي مسابقة الجنعد. طبعاً جائزتها راح تكون سيارة بالمركز الأول، والمركز الثاني والثالث والرابع والخامس مكافآت مالية مجزية. في عندنا طبعاً مسابقة الدانة وهي مسابقة ختام فعاليات مهرجان موروث البحر الخليجي لهذا العام. راح يحصد المركز الأول على سيارة، وأيضاً المركز الثاني على سيارة، والمركز الثالث على مكافأة مالية مجزية. تقريباً هذه فعالياتنا لهذا العام، إضافة إلى عندنا مسابقتين حداق السيف وهي حداق لكبار السن، والمسابقة الثانية لبراعم الموروث الشعبي الخليجي لهذا العام. هذه المسابقة أول مرة حنا نقوم فيها، وهي براعم الموروث. من خلالها حبينا نغرز في الجيل المستقبل ممارسة صيد الأسماك منذ الصغر. فكانت الفكرة والرسالة لأبناء جيل المستقبل بمعرفة هواية صيد الأسماك. من هذه الفكرة ومن هذا المبدأ تم الموافقة من قبل اللجنة بعمل مسابقة لبراعم الموروث لهذه السنة. وإن شاء الله طبعاً راح يتم تحديد مسابقاتهم لاحقاً من قبل اللجنة، على أن نتم في ختام، طبعاً راح يكون هناك ختام، حفل ختامي راح يعلن عنه إن شاء الله لاحقاً. فهذه بمختصر الجدول لفعالياتنا لهذا العام إن شاء الله. كنا متواجدين في ديوانية الصيادين الوطية وننقل لكم مسابقة الموروث البحري، الأحداث الجميلة وانطلاقتهم اليوم كانت، الله يوفقهم الشباب المشاركين كلهم. طبعا واحد من المشاركين صديق وصاحب أبو حسن، ومنهم هم ربعنا وأخواننا المشاركين الله يوفقهم. لكن الجو حلو، الجو قوي اليوم، يعني من أفضل الأوقات اللي ممكن الواحد يطلع فيها البحر. شايفين شلون الماية شيء مرتب، والحين الرشه. فقلنا ني انا ابو حسن، خذيت علي الرامزي اقنعته، قال لي لا سنانيري لا عدتي لا خيوطي لا يم. قلت له كل شيء عندي، انا مرتب اموري من الصبح وحاط ببالي الفكره. فالحين بنجرب، الله يوفقنا ان شاء الله بالصيد الطيب، نستمتع شوي ونقزر وقتنا لين يخلصون الشباب. يلا فالكم طيب، خلينا نجرب الحين حدق شوي هنا على ما يخلصون الشباب، وان شاء الله الله يرزقنا بصيد حلو ان شاء الله. طبعا السنارة هذه هي حق طراد، لكن صح. تقدر تجربها على السيف لانها تتحمل يعني، وقصبة جيدة، وبنجربها وياكم ان شاء الله. عاد يضرب عليها الشعر ان شاء الله لنويبي، نشوف ايش يطلع ويانا شباب.
الحين طبعا شوي الجو صار بارد، اذا كل ما صار بارد الجو الشمس تنقرس تدش داخل بالعمق، تدش داخل بالعمق، تبي دور الدفة مكان الاطيان اكثر شيء، وان شاء الله ان شاء الله نحصل لنا شيء ان شاء الله. يعطيكم العافيه، ناطرين المسابقه تخلص، كنا نحدق على ما يجون الشباب نطلع لهم، والحين نشوف هذا ايش ليه بده. اسمك تبي صبر. هذا احنا للحين مكملين مكاننا، للحين ما توفقنا، ما بين ويانا شيء، نويتش يعني شغلات صغيره الموجوده قاعد نردها بحر. طبعا انا والشباب هني فريق العمل قلنا شوي نتسلى على ما نروح نكمل طبعا مسابقتنا، مسابقه الموروث. بعد شوي بناخذكم ويانا داخل بجوله نشوف المتسابقين وتجهيزاتهم، خلكم ويانا. وصلنا مكان المسابقة مثل ما انتم شايفين وراي، منظر الطراريد شلون حلو، وهذا الشيء طبعا من تجمع الحداقة الموجودين ومشاركين فيها المسابقة. طبعا مثل ما انتم شايفين هم محددين الحدود الخاصة في المسابقة، واللي بالتالي تشوفون انتشار الحداقة والطراريد المشاركة، ومنها طبعا الحكام والمراقبين موجودين. الحين راح ناخذكم بين هالطراريد وبين هالمشاركين هذه، ونشوف طبعا شلون صيدهم وشلون المشاركة والتنظيم لهذه البطولة. والله المسابقة طيبة والأجواء زينة والتنظيم والله كله أوكي، بس السمة شوية سمشة قليلة، بس إن شاء الله إحنا نتحرى، بس إن شاء الله الوقفة وإن شاء الله تبين السمشة، والله كريم مالكم طيب. 3000 باقين هاي إن شاء الله تستاهلون، الله يسلمكم بيضة. الله يعطيكم العافية، معكم أخوكم جراح صلال، اليوم شاركين مسابقة الموروث البحري. ما شاء الله تنظيم طيب، الأجواء طيبة، والصيد لا بأس فيه، وإن شاء الله الله يرزقنا زود لنهاية الوقت إن شاء الله. واللجنة ما قصرت في التنظيم، وأنتم الله يعطيكم العافية بعد. الله يعافيك، طلع وياكم شيء جراح. والله صدنا أكثر من 14-15 حبة خلط سمك، شعم وحر. إيه. يلا موفقين إن شاء الله. الله يرحم والديك. مالكم الأول 3000 تبيهم؟ الله يرحم والديك. والله ما أدري الأول، المهم تأهل الدانا إن شاء الله. طافك غدا أبو حمود عليك. كلينا يدنا الوجبات. بالعافية عليك. الله يعافيك. يلا موفقين. تسلم حبيبي، مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم عبد الله الدوسري مشارك مسابقة الموروث البحري. الحمد لله التنظيم تمام والجو ممتاز، اختيار موفق. والحمد لله صدنا، والله يكتب لي في خير إن شاء الله للجميع. السلام عليكم، معكم إسماعيل حسن. شاركين مسابقة الموروث الشعبي. ما شاء الله اليوم الجو حلو زين، وأول سنة نشارك في المسابقة هذه السنة، بس الصيد شوية ضعيف يعني ما في صيد زين. تجربة حلوة، أول مرة نشارك احنا السنة زين، بس إن شاء الله توافق الشيء زين. يعطيكم العافية، مساكم الله بخير. معاكم أخوكم خالد مكي صارت، مشاركين مسابقة الموروث الشعبي. ما شاء الله الأجواء حلوة والتنظيم ممتاز، والإخوان هم مقصرين ويانا، الله كريم، عسى الله يوفق الكل إن شاء الله. شفنا معاكم في الجولة اللي خذيناكم فيها المتسابقين في مسابقة الموروث البحري، إن شاء الله فالهم الفوز، ونشوفهم بعد شوي على الميزان، ونشوف صيدهم وياكم، ونستمتع إن شاء الله بتصاوير الطيبة، خلكم ويانا. خذناكم بجولة ويانا وشفنا المتسابقين في مسابقة الموروث البحري، الله يوفق الجميع. شفنا الصيد، الصيد طبعا عند الجميع، جميع يمكن المتسابقين الموجودين ومشاركين، ما بين تقريبا 130 شخص داخل البحر، ولكن الأعداد الكبيرة اللي شفناها لأول مرة في مسابقة الموروث البحري، الكل مستانس، الكل طبعا يشيد في التحكيم واللجنة والقائمين على هالمسابقة هذه. الحين طبعا منتظار وصول المتسابقين لأنه خلص الوقت، ولكن الوعد على الميزان نشوف صيدهم ونشوف أكبر سمكة موجودة في هذه المسابقة، وفالكم طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، راح نعلن نتائج مسابقة صيد الأسماك لهذا اليوم. طبعا العشرة الأوائل راح يفوزون بجوائز، واللي بعدهم من 11 إلى 30 مع العشرة الأوائل راح يدخلون مسابقة الدانة إن شاء الله. راح نحددها ونبلغهم متى موعدها. فاز اليوم ويانا بالمركز الأول أحمد وليد الكندري، جاب 21 كيلو و100 جرام.